أعزائي الصغار، سلام الله عليكم. أقدم لكم اليوم حصة في درس الرياضيات المستوى السادس. عنوان الدرس الكتلة الحجمية. هذا الدرس ينتمي إلى سلسلة من الدروس دروس التناسبية. عندما نقول التناسبية هذا يعني أن هناك معامل تناسب، وعندما أقول الكتلة الحجمية هذا يعني أن هناك كتلة وهناك حجم. الكتلة وحدتها القياسية الأساسية هي الجرام. هناك أجزاء للجرام أو وحدات أصغر من الجرام، هي ديسيغرام، سنتيغرام والميليغرام، ووحدات أخرى أكبر من الجرام، هي ديكاغرام، هكتوغرام، كيلوغرام، ثم القنطار والطن. إذن العلاقة بين هذه الأعداد هي 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام، ثم 1 جرام يساوي 1000 جرام، 1 جرام يساوي 1000 ميليغرام. ثم بالنسبة للحجم، الوحدة الأساسية للقياس هي المتر مكعب. 1 متر مكعب يساوي 1000 ديسيمتر مكعب، ثم 1 ديسيمتر مكعب يساوي 1000 سنتيمتر مكعب، و1 سنتيمتر مكعب يساوي 1000 مليمتر مكعب. إذن عندما سننتهي من هذا الدرس سنكون قد تمكننا من تعرف الكتلة الحجمية لمادة سائلة أو صلبة. نستعمل الكتلة الحجمية في وضعية تناسبية وتمثيلها مبيانيا، ثم سنتمكن من إجراء حسابات على الكتلة الحجمية. لذلك سننطلق من هذه الوضعية. شب حريق في قريتك فاتصلت برجال المطافي لإخماد الحريق. كي يصلوا إلى قريتك عليهم المرور عبر قنطرة لا تتعدى قدرة تحملها 16 طنا. كتلة شاحنة رجال المطافئ 12 طنا إذا كان صهريجها فارغا. يسع الصهريج 3 أمتار مكعبة من الماء. السؤال: إذا كان الصهريج مملوءا بالماء هل بإمكان شاحنة رجال المطافئ عبور القنطرة؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نحدد المعطيات الأساسية، ولذلك سوف نعيد قراءة المسألة. شب حريق في قريتك، إذن هناك حريق، اتصلت برجال المطافئ بطبيعة الحال من أجل إنقاذ الموقف. إذن كي يصلوا إلى القرية عليهم ضرورة أن يمروا عبر قنطرة، هذه القنطرة لا تستطيع أن تتحمل ثقلا أو كتلة أكثر من 16 طنا. كتلة شاحنة رجال المطافئ هي 12 طنا في حالة ما إذا كان الصهريج فارغ، لكن عليهم أن يملؤوه بالماء. وسعة هذا الصهريج إذا امتلأ على أكمله هي 3 أمتار مكعبة. إذا قمنا بملء هذا الصهريج هل بإمكان هذه الشاحنة أن تعبر هذه القنطرة؟ بطريقة أخرى، هل كتلة الشاحنة مع الماء قادرة على أن تمر من القنطرة؟ إذن كتلة الشاحنة، معطيات الأساسية عندنا، كتلة الشاحنة فارغة 12 طن، الصهريج 3 أمتار مكعبة، قدرة تحمل القنطرة 16 طن. إذن المشكل المطروح هو كيف أحصل على كتلة 3 أمتار مكعبة من الماء؟ هذا حجم ونحن نبحث عن الكتلة. إذن كي نجيب على هذا السؤال سوف نفكر في التناسبية كما قلنا في البداية. إذا قمنا بقياس كتلة 1 ديسيمتر مكعب من الماء، لأننا لا نستطيع أن نقيس كتلة 1 متر مكعب، فقط 1 ديسيمتر مكعب من الماء، فهل بإمكاننا حساب كتلة 3 أمتار مكعبة؟ إذا بعبارة أخرى، هل كتلة الماء متناسبة مع حجمه؟ لنلاحظ الجدول التالي. إذا سوف نقوم بهذه التجربة. نأخذ عدة أحجام من الماء، الحجم الأول 1 ديسيمتر مكعب، الحجم الثاني 1.5 ديسيمتر مكعب، 1.8 ديسيمتر مكعب، 2 و5، ثم نقيس كتلة كل حجم من هذه الحجوم ونبحث هل هناك تناسب فيما بين هذه الأعداد. إذن نقيس كتلة 1 ديسيمتر مكعب من الماء، نحصل على 1
كيلوغرام، إذا كتلة 1 ديسيمتر مكعب من الماء هي 1 كيلوغرام. بنفس الطريقة 1.5 ثم 1.8 ثم 2 ثم 5. نلاحظ أن معامل التناسب هو أنني أضرب في 1، إذا معامل التناسب أضرب في 1، وفي الاتجاه الآخر أقسم على 1. إذا قمت بحساب الكتلة أقسمها على الحجم، M مقسوم على V، وحدتها الكيلوغرام على الديسيمتر مكعب، أجد دائما 1 1 1. إذا كتلة الماء متناسبة مع حجمه، ويسمى الكسر M على V أسميه الكتلة الحجمية، أي الكتلة المناسبة لحجم مناسب. إذا الآن سوف نقوم بحل المسألة. 1 ديسيمتر مكعب هو 1 كيلوغرام، أضرب في 1000 العددين معا، إذا أحصل على 1000 ديسيمتر مكعب هو 1000 كيلوغرام. نلاحظوا أضرب في 1000 في الاتجاهين. الآن أقوم بعملية تحويل، 1000 ديسيمتر مكعب هي 1 متر مكعب، و 1000 كيلوغرام هو 1 طن. أضرب في 3 في الاتجاهين أيضا، أحصل على كتلة 3 أمتار من المكعبات من الماء هي 3 طن. إذا نجيب عن السؤال، كتلة الماء في صهريج شاحنة الإطفاء هي 3 طن، وبالتالي الكتلة الإجمالية هي 12 طن، أي الشاحنة فارغة ليس بها ماء، زائد 3 طن من الماء تساوي 15 طن. 15 طن أقل من 16 طن، لأن قدرة تحمل القنطرة هي فقط 16 طن، ولكن الشاحنة مع الماء تستطيع أن تمر. إذا نستنتج أن شاحنة الإطفاء تستطيع عبور القنطرة إذا كان صهريجها مملوءا بالماء. أستنتج أن الكتلة الحجمية للماء هي كتلة وحدة حجمية من الماء، أي أنني أخذ حجما من الماء ثم أحسب كتلته، أقسم الكتلة على ذلك الحجم وأحصل على عدد هو الكتلة الحجمية. إذن نحصل عليها بحساب الكسر M على V، M هي الكتلة و V هي الحجم، V تمثل حجم الماء و M تمثل كتلة هذا الحجم من الماء. بالنسبة للماء وجدنا أن M على V تساوي 1، ويمكننا أن نقوم بالتحويلات. إذن 1 كيلوغرام في الديسيمتر مكعب كما وجدناها، إذا قمنا بالقسمة على ألف نحصل على 1 جرام في السنتيمتر المكعب الواحد، وإذا ضربنا 1 كيلوغرام في الديسيمتر مكعب في 1000 نحصل على 1 طن في المتر مكعب. السؤال المطروح الآن، هل جميع الأجسام لها نفس الكتلة الحجمية؟ لاحظوا معي، كتلة 1 ديسيمتر مكعب من النحاس هي 8.960 كيلوغراما، بخلاف الماء وجدنا فقط 1 كيلوغرام. وكتلة 1 ديسيمتر مكعب من الحديد هو 7.874 كيلوغرام. إذن حتى بالنسبة للحديد والنحاس الكتلة مختلفة، هي أجسام صلبة مختلفة فيما بينها، وتختلف أيضا عن كتلة الماء الذي يعتبر مادة سائلة. إذن للتأكد من ذلك، قام يوسف بتقطيع قضيب من الألمنيوم إلى قطع مختلفة، ثم قام بتقطيع هذا إلى قطع مختلفة بعضها صغير وبعضها كبير، ثم قام بحساب كتلة وحجم كل قطعة، وكانت النتائج كالتالي. إذا حصل على الجدول التالي، قياس كتلة الألمنيوم، إذا قياس كتلة الألمنيوم بالجرام، ثم قياس الحجم. إذا السطر الأول يناسب الجرامات أو الكتلة، والسطر الثاني يناسب الحجم. إذا قمنا بقسمة الكتلة على الحجم، M على V، لاحظوا 26.9 مقسومة على 10 تساوي 2.69، يمكن أن ننجزها مباشرة. إذا قمنا بقسمة باقي الأعداد،
سنحصل سنرى نريد أن نتأكد من تناسبية الأعداد الموجودة بالجدول، ونريد أن نعرف ماذا يمثل معامل التناسب. لاحظوا أن عندما قمنا بالقسمة 2.69 وجدناها في جميع الحالات، ومعامل التناسب هو 2.69، و 2.69 غرام في السنتيمتر المكعب هو معامل التناسب الذي يمثل الكتلة الحجمية للاتجاه الآخر. إذن كخلاصة، كيف نحسب الكتلة الحجمية؟ نقسم الكتلة على الحجم، أقسم M على V. كيف نحسب الحجم؟ نقسم الكتلة على الكتلة الحجمية. إذن وكيف نحسب الكتلة؟ نضرب الحجم في الكتلة الحجمية. في الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز عدة تمارين لنوضح ما قلناه في هذه الحصة. ما عليكم إلا أن تأخذوا كتب الرياضيات وتقوموا بإنجاز تمارين موجودة بها، حيث سوف نقوم بتصحيح البعض منها أو بإغنائها. ومع السلامة.